معي عبر الهاتف الأستاذ فيصل المطرفي مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال والمشرف على هذا التطبيق. حياك الله بنواف. مساء الخير زميل هيثم. مساء الخير جميع المستمعين الكرام في داعتنا. حياك الله بنواف. خلينا نسألك أولا عن هذا التطبيق، خلينا نتكلم عن الفكرة بشكل عام. هو بلا شك هو أحد المشاريع الاستثمارية لنادي الهلال، هو أبليكيشن بيكون على الهواتف الذكية، يعني بيكون يحتوي كثير من المفاجآت لجماهير نادي الهلال، يحتوي طبعا فيه الكثير من الأخبار اللي تطرح في الأبليكيشن، يحاكي التطبيق الأندية العالمية، أيضا بيكون فيه خلاف الأخبار، أيضا الإحصائيات لنادي الهلال، الأخبار المتعلقة بنجوم نادي الهلال، أيضا ربط مستمر بمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك سيضم محتوى مرئي وهو الذي تم الترويج له تقريبا في الشهرين الماضيين عبر الحساب الرسمي لنادي الهلال وعبر اليوتيوب الرسمي لنادي الهلال، مقاطع خاصة وكواليس خاصة للفريق كرة القدم بنادي الهلال وكواليس خاصة بالتدريبات، كواليس خاصة من لمباريات الفريق الأول، مرافقة الفريق الأول في جميع مبارياته داخل مدينة الرياض وخارج مدينة الرياض، وأيضا مفاجأة أخرى نفضل بإذن الله طرحها عند إن شاء الله تدشين تطبيق قريبا بحول الله. جميل، حددت موعد لطرح هذا التطبيق؟ قريبا بإذن الله سيرى النور التطبيق، وسيكون بإذن الله الإعلان الرسمي بإذن الله من المشرفين على التطبيق والراعي الرسمي. طيب الوقت بنواف، خلينا نتكلم عن الوقت. والله إلى الآن يعني، ولكن بإذن الله قريبا سيتم الإعلان عن التطبيق قريبا، يعني نقول إن شاء الله خلال هذا الشهر إن شاء الله سير النور التطبيق بإذن الله، وكلنا ثقة بإذن الله إنه الجماهير يعني تترقب هذا الأمر، وإنه وثقتنا كبيرة لأنه جماهير الهلال يعني يعتبر جمهور الهلالي هو يعني نادي الهلال يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر على مستوى المملكة وفق الإحصائيات، اللي يعني دائما الإحصائيات تثبت أن نادي الهلال نادي الجماهير الأكبر، لذلك حرصنا أنه نقدم تطبيق يليق باسم نادي الهلال وجماهيريته، لذلك ثقتنا كبيرة بأنه التطبيق بحول الله سينجح لأنه الهلال يملك الجماهيرية. ممتاز. طيب خلينا نسألك عن الاشتراك، هل راح يكون في مبلغ مادي شهري أو أنه ينزل يعني تقدر تنزل التطبيق في مبلغ مادي وخلاص يصير طول الوقت يكون معاك، تقدر تتابع أخبار الفريق، تتابع المقاطع الخاصة، كل التفاصيل بإذن الله في حال عند تدشين التطبيق سيتم الإعلان عنها بإذن الله، نفضل في عند تدشين التطبيق عند قرب إعلان تدشين التطبيق سيتم الإعلان عن كل التفاصيل بإذن الله. حاليا تركيزنا الكبير على المحتوى وتركيز على تقديم محتوى يليق باسم نادي الهلال وبجماهير. طيب الهلال فقط راح يستفيد منه وهناك مثلا شريك آخر راح يكون له جزء من الدخل الخاص بهذا التطبيق؟ لا الاستفادة هو طبعا لنادي الهلال، وهذا مشروع من ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي وقعها نادي الهلال في الفترات الماضية، وهذا المشروع من ضمن المشاريع الاستثمارية التي تدر على نادي الهلال مستقبله الاستثماري الفترة الماضية، ولذلك أكيد الجمهور الهلالي سيقبل عليه بشكل كبير ليكون لنادي الهلال مداخيل كبيرة في السنوات القادمة. ممتاز. أبو نواف خليني أسألك عن النتائج بشكل عام، لها دور وتأثير على مثل هذه المشاريع اللي يكون في دخل للنادي من خلالها، سواء نتكلم عن الحضور الجماهيري مثل هذه الفكرة تطبيق خاص بالنادي أو حتى المتجر، كل هذه الأمور لها علاقة بالنتائج، ودائما ما تكون ردة فعل الجماهير من خلال نتائج الفريق. أنتم في نادي الهلال وتحديدا المسؤولين عن تطبيق نادي الهلال، لا تخشون مثلا من تراجع نتائج الهلال؟ نتكلم ليس فقط في الفترة الحالية ولكن نتكلم عن الفترة طوال الموسم، تؤثر على الاشتراك في هذا التطبيق؟ بلا شك أنه كل محب وعاشق لنادي الهلال يتمنى أنه دائما تكون إيجابية وتكون دائما مميزة، ولكن العاشق والمحب لنادي الهلال دائما يعني يتطلع أنه يتابع الأخبار أول بأول،
يتابع أخبار فريقه أول بأول، يكون قريب جدا من فريقه أول بأول وكواليس الفريق أول بأول. لذلك حنا حريصين في هذا التطبيق أنه نضع المشجع المحب والعاشق للفريق الهلالي وكيان الهلالي من خلال هذا التطبيق في قلب الحدث. لذلك سيكون هذا التطبيق بحول الله لكل مشترك في هذا التطبيق أنه سيجد كل الأخبار في جواله أول بأول، كل الأخبار سواء كانت عن طريق الأخبار النصية أو أيضا في المحتوى المرئي ستكون في جواله أول بأول. لذلك سواء كانت نتائج لا سمح الله وهذا ما لا نتمناه كانت غير موفقة أو بإذن الله كانت النتائج مميزة وهو ما نتطلع له، ستكون بإذن الله أخبار أول بأول. لذلك نتمنى بإذن الله أن النتائج ستكون مميزة من الآن وصاعدا، وحرصنا الكبير أنه المشجع الهلالي دائما يحرص على أنه الأخبار وجميع الكواليس بين يديه ومن خلال هذا التطبيق الذي سيدفع اشتراك قابل أن يحصل كل الأخبار وكل الكواليس جميل. لناديه الذي يعشقه تكون بين يديه وبين الهاتف الذكي الذي يحمله. فيصل المطرفي مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال والمشرف على تطبيق الهلال، ألف شكر لك على هذه المداخلة وبالتوفيق لكم إن شاء الله في النادي من خلال هذا التطبيق. شكرا لك. شكرا لتواصلكم. شكرا.